السلام عليكم. انا عندي الوليد سميتو عدنان، في عمره 14 عام دابا، هذه 7 سنين. وانا كنعاني معاه، كان عنده في الاول جا فقر الدم، بقيت يعني كنعمل له الدواء، وفي الاخر ما ديك الدواء ما كيعطي حتى شي نتيجه. كنتبع عند الطبيب التخيتمو ديالو حتى الاخر، ومن بعد كنعاودو نعملو تحليله، كنجبرو طلع حتى 6 7، وكيعاود يهود 3 4، يعني ماشي في الخزان فيه هو. فملي كيسالي الطبيب كيعاود يصيفطني لعند واحد اخر، كيقولي نعاود نعمر لك هاد البرا، شوف زعما عند طبيب واحد اخر ربما. والو في الاخر تبعت عند طبيب الدم، حتى هو نفس الشيء، حتى واحد ما عرف شنو كاين، يعني واخا كنعطيوه الدواء ما كيستافدش منه. في الاخير ديالو عملت له التشريح الدقيق، جبت عنده واحد المرض سميتو كرون. فتبارك الله ديك الشيء طالع بزاف، لا الدواء ولا المصاريف ولا الماكله ديالو، يعني اللي عنده هذا المرض راه كيعرف شنو كاين، وما عندوش العلاج اصلا. بعتك هنا في المغرب ما عندناش العلاج ديالو، كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومحسنين لا يعني يكون قلوب رحيمه تصغيلي لي، وتجي كاع الا اللي بغاو يجوا عندي يجوا مرحبا بهم، يشوفوا الظروف اللي انا فيها، حيت بعت كل شيء، عملت لي في الجهد ديالي كامل، وبقى جهد الله سبحانه وتعالى. والطلب ليكم ان شاء الله يا ربي تكون ودن صاغيه ان شاء الله يا ربي، تجيو عندي ولا تشوفوا الوراق دبني، حيت العلاج هنا عندنا في المغرب ما كايناش، والتكاليف طالعه، وكيقرا عندي في الخصوصي، ومدرسه جمعات عليا بزاف، كيقرا في 7، حيت قرا في العام الاولاني في 7 في الاعدادي، ولكن ما معاود فيها، حيت كان كيجي هذيك النعاس. اللي عنده هذا المرض كيعرف كيفاش كيجي واحد، بحال شنو نقول لك انا، بحال واحد الارهاق، ما كيبقاش متبع، كيبقاش متبع. ديك الساعه حتى كان اسقط، فما كان عليا الا ندخلوا لهذا من الخصوصي، ثم بعدا كيردوا له البال. وقعت هكذا جاتو شي حاله، كينوضهم مثلا يغسل وجهه ويشرب الماء وعاد يعاود يكمل الدروس ديالو. الحمد لله في الدوره الاولانيه جاب مزيان، جاب 16.5 الحمد لله زعما، ولكن مدرسه جمعات عليا بزاف دابا. فكنطلب من الله من المحسنين يعني تكون قلوب صاغيه ان شاء الله يا ربي، ويجي ويتصلوا بيا ويعاونوني. كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومنهم يعاون مدى الحياه. وحنا عندنا في المغرب يعني ديك الشيء اللي خصو ما نقدرش نوفروا له انا، مثلا خصو الدواء، خصو الماكله تكون مزيانه، انا ماشي في الجهد ديالي باش ناكلوا ديك الماكله هذيك، يعني ماكلة تكون مزيانه وتكون هذا، وتكون نقولوا حنا شي رياضه لا بيسين ولا شي حاجه، ماشي في الجهد ديالي باش نعملوا حتى شي حاجه صراحه. يعني عندي هو وعندي 3 دخوتو اخرين، باه كيخدم غير في البني، وفي نفس الوقت ما كيهتمش بجوج، ما كيهتمش بالمصاريف ديالو ولا بالمرض ديالو. حتى اليوم باه ما عارفش ولدي باش مريض، ما بغاش يعرف، اولا ملي كنجبد معاه هاد الموضوع كيقول انا غنجمع حوايجي وغنمشي في حالي، وفعلا جمع حوايجو ومشى في حاله، باه مشى في حاله. من بعد جلس واحد المده عاوتاني رجع، ولكن بحال رجع بحال ما رجعش، ما كاين حتى شي حاجه، يعني ما كيعمل حتى شي مجهود صراحه، ما كيعمل حتى شي مجهود. فقلت يعني كاين هذا البرنامج هذا، كنطلب عند الله سبحانه وتعالى، مهم تشوفوني وتوقفوا معايا في وجه الله، فاللي هي ام مجربه الكبده عارفه شنو تما. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى ومنكم تعاونوني. وهذا الشيء اللي كاين، اللي بغى يتصل بيا الرقم ديالي في شو تي في لتحت، يعني حيت انا بحكم ما قريتش ما كنعرفش نتي الارقام، وطلبت من البنت اللي معايا الله يجازيها بخير، قلت لها اعمل لي الرقم ديال التليفون لتحت في تحت الشاشه. شكرا بزاف، جزاكم الله كل خير.